كتيرة جدا سألتني وكلمتني يا دكتور محمد هي ايه الخلايا دي. في ناس طبعا اول مرة تسمع عن الخلايا ومتعرفش اصلا يعني ايه خلايا. عايز اقول لك على حاجة، الخلايا ده عبارة عن وسيلة ورق زي ورق مطو كده زي ورق الكراتين بالظبط، بس بطريقة معينة ومعمول برسم معينة بحيث المية بتنزل عليه، الهواء بعدي وفي فتحات صغيرة، الهواء بعدي على الورق اللي مبلول مية بيطلع سائع، بيقلل من درجة حرارة الهواء في رينج من 10 ل 12 درجة. انت عندك المكان حرارته بتوصل 40، مع خلايا التبريد هتقل معاك من 10 ل 12 درجة، ولكن بالمقاس المناسب. ما تجيش عندك اوضة مثلا 5 في 5 محتاجة خلية متر ونص ولا محتاجة خلية متر، تجيب لي انت خلية نص متر، يبقى انت كده ما عملتش حاجة. كل مكان ليه مقاس معين ومقاس خلية معينة، فأتمنى تكون النقطة دي واضحة. طب بتركب ازاي وبتشتغل ازاي؟ أنا مثلا عندي جنبين، عندي الجنب اللي هنا ده جنب بحري بيجي منه هواء، بركب فيه الخلية، والخلية راكبة الناحية دي، الجنب التاني بالظبط بركب فيه الشفاط، يبقى الخلية في مقابل ليها الناحية التانية الشفاط. يبقى عرفت موضوع الخلايا وبتشتغل ازاي وبتتم ازاي، يبقى الموضوع سهل وبسيط. وان شاء الله احنا موجود متوفر معانا خلايا جميع المقاسات وسمك 10 وسمك 15، وزي ما اتفقت معاكم احنا بندور على الجوده العاليه بافضل سعر. فالورق اللي احنا شغالين بيه بالخلايا هو ورق الوادي، وده طبعا معروف انه انضف ورق واغلى ورق في السوق ان شاء الله. متاح شحن للخلايا لجميع المحافظات في مصر. فلو انت محتاج خلايا تبريد او محتاج تعرف الاوضه اللي عندك عايزه مقاس كام في كام وعاوز خليه وشفاط بالغطس بتاعها، ما عندناش اي مشكله، ابعت لي رساله على رقم المبيعات اللي هو 010 409 770 17، وقول لي انا عندي مكان كذا كذا يلزم له ايه، هقول لك يلزم له 1 2 3 والتكلفه بتاعته 1 2 3. نشحن ولا ايه؟ في شحن لجميع المحافظات طبعا. يعني عايز اقول لكم بسطنا الدنيا على الاخر اهي، وحبينا ان شاء الله دي تكون خطوه جديده. ده طبعا بدافع منكم ان شاء الله ان نعمل كده، فاتمنى التوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقنا جميعا. واهم حاجه يا جماعه ما ننساش نصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والتسليم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.